احمد عبد الباسط اتفضل. النادي الاهلي طلع بيان وطلب من اتحاد الكره رسميا خمس مطالب. المطلب الاول اسناد مباريات ليه هو يطلبها لحكام اجانب انه يشوف في غرفه الفار والى اخره. انا هقول لك رد اتحاد الكره بناء على معلومه مش بناء على خطاب هو هيبعته لانه مش هيبعت خطاب. خطاب النادي الاهلي هو الثامن بهذه الطريقه لاتحاد الكره، ده ثامن خطاب يتبعت بهذه الطريقه لاتحاد الكره ولم يتم الرد كتابه على النادي الاهلي ومش هيتم الرد كتابه على النادي الاهلي. ولكن مطلب النادي الاهلي بالنسبه للجماهير بالنسبه للحكام الاجانب هيبقى ليه خمس ماتشات، وده اللي متفق عليه في قاعده الانديه مع الحاج عامر حسين في بدايه الموسم. فانت ليك خمس ماتشات تطلب فيهم حكام اجانب يكونوا ماتشاتك ماشي، وطبعا الحكام على حسابهم. الحاجه الثانيه حقيقه ان النادي قال ان انا عايز اسمع اللي بيدور في الحالات الجدليه، لا مش هم رافضين ده، واتحاد الكوره هيعمل قناه على اليوتيوب ورئيس لجنه الحكام هيطلع يحلل الحالات الجدليه عليها. بقى دي بقى بص انا عارف هتقف عن ده، والله انا قلت عديها في النص بس مش هتعدي على اليوتيوب وتبقى مملوكه لاتحاد الكوره وحالات تتحلل وتبقى القناه دي مملوكه لاتحاد الكوره. تفعل زر الجرس يعني فاهم، فهي الموضوع تمام وكل حاجه تتحلل تمام. سوي سبسكرايب. اعلان بقى التطوير واستخدام محاضر اجنبي ومنح الحكام مقابل مادي، اتحاد الكره شايف ان ده مش من اختصاص الاهلي. كل الحالات التحكيميه الجدليه كلها تطلع في صالح الحكام الجدليه يعني يحللوها، ولو في غلط بقى يقولوا ولا مش هيقولوا ما اكيد يعني هم هيحللوا فيطلع الحكام بتوعهم غلطانين اشك يبقى. ولا هيحللوا ويطلع كل الاخطاء التحكيميه. فاكر لما جيت قلت لك مش عنصر محايد مثلا، فاكر لما قلت لك الحكم محايد مثلا ان الانديه بتجهز لطلب لجنه للاعتراض على التحكيم لان الانديه شايفه ان انا لما اشتكي التحكيم هشتكي لمين؟ ما هو انا بشتكي لنفسه، فلازم لجنه تفصل بيننا. ماشي يا سيدي تمام. انا خلصت الخبر ده، نخش على اللي بعده بقى.